بسم الله نبدأ وبحوله وقواته نستعين. أهلاً بكم طلابنا طلاب الصف الثاني الثانوي مع الدرس الثاني في النحو. درسنا النهاردة أسلوب الاختصاص. أسلوب الاختصاص يا شباب واحد من الدروس السهلة البسيطة جداً وهنلقطه في ثانية إن شاء الله. تعالوا بينا نحاول زي ما قلنا نفهم صح علشان إن شاء الله نقدر نحل صح. قلنا في أسلوب التعجب وفي أي أسلوب اتشرح ليكم قبل كده أهم حاجة أعرف مكونات الأسلوب بتاعي. لو عرفت مكونات الأسلوب أنا مسكت الدرس من إيده اللي بتوجعه بقى وأقدر أضغط عليه وأطلع اللي جواه كله. طب حلو جدا، الأسلوب بتاعنا أسلوب الاختصاص بتاعنا بيتكون من إيه؟ أسلوب الاختصاص بتاعي بيتكون من أول حاجة ضمير. حلو قوي، أي ضمير؟ قال لي لا، يا إما ضمير متكلم يا إما ضمير مخاطب. حلو جدا، يعني ما ينفعش ضمير غائب، لا، يبقى ده أول شرط. ده أول شرط. بعد كده يجي لي المختص. حلو جدا، يجي لي إيه؟ المختص. المفروض ورسميا إنه يكون بين شرطتين. إنه يكون إيه؟ بين شرطتين. ده رسمي وعرفه من هنا، لكن في الامتحان ما بيحطه ليش بين شرطتين يا شباب. معلش انا اسف، انا لازم اكون صريح معاك. حلو جدا، حلو جدا. بعد جاي يجي باقي الجمله، وباقي الجمله دي بنسبه 110% بتبقى هي الخبر. خبر، ايوه، ما هو الضمير اللي هيجي هنا سواء ضمير متكلم او ضمير مخاطب غالبا هيبقى مبتدا او اسم إن أو اسم كان، فاللي جاي بعديه بعد المختص هيبقى هو الخبر. الله، طب المختص ده أنا بعربه إيه؟ قال المختص ده حضرتك بيبقى مفعول به. بيبقى إيه؟ مفعول به. طب ده جه منين؟ ده أنا عندي هنا مبتدأ وهنا خبر. قال لي ما هو مفعول به لفعل محذوف تقديره. تقديره ايه؟ فعل محذوف تقديره ايه؟ اعني او اقصد او اخص. نقول تاني عشان ناخد مثال فنبقى فهمنا الدرس. تمام، اسلوب الاختصاص بتاعي اهو، اسلوب الاختصاص. لحظة واحدة، في حاجة معلش يا شباب. ماشي كده، اسلوب الاختصاص بتاعي، اسلوب الاختصاص بتاعي. تمام، بيتكون من ايه؟ قلنا بيتكون مع بعض من ضمير. الضمير ده يا إما متكلم يا إما مخاطب. حلو جدا، حلو جدا. زائد الإيه؟ يجي بعده وبين شرطتين المختص. علامة المختص إيه؟ إن لو شلته من الجملة معنى الجملة ما يتأثرش. تاني معلش، إيه علامة المختص؟ حذفه لا يؤثر في معنى الجملة. يعني إيه تاني؟ يعني لو شلته من الجملة بتاعتي معنى الجملة بتاعي ما إيه؟ ما يحصلوش أي حاجة. حلو جدا. يجي بعد كده باقي الجملة، غالبا الضمير ده بيبقى يا مبتدا يا اما اسم ان اسم كان ما شابه، فاللي باقي الجمله بيبقى الخبر بتاعها. اعراب المختص عاده بيبقى ايه؟ قال لي اعراب المختص بتاعي دايما بيبقى مفعول به لفعل محذوف وجوبا. لفعل محذوف ايه؟ وجوبا تقديره اعني او اقصد او اخص. كده احنا شرحنا. تعالوا بقى نشوف مثال على الكلمتين دول. معلش ناخد دي هنا كده جنبنا. ماشي، بيقول لي نحن العرب اقرى الناس للضيف. اقرى يعني اكرم الناس للضيف يعني. طب حلو قوي، لما اجي اطبق كده اهو، نحن ضمير متكلم، اديني الاحمر. تمام جدا، نحن العرب اقرى الناس للضيف. ممكن احذف العرب؟ قال لي اه، ممكن اقول نحن اقرى الناس للضيف. خلصت. يبقى
نحن هنا ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. طب تمام، أكره ده الخبر، أكرم آه ده الإيه؟ ده الخبر بتاعي، ده الخبر بتاعي. طب حلو جدا، خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الإيه؟ المقدرة، والناس مضاف إليه، وللضيف جار ومجرور. طب العرب إعرابها مفعول به، ركز، مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف وجوبا تقديره أقصد أو أعني أو أخص. يبقى نحن أقصد العرب، أخص العرب، أعني العرب، أكره الناس للضيف. طب تمام جدا. السؤال اللي بعد أو المثال اللي بعد، بكم معشر العلماء تستضيء البشرية. بكم، خلي بالك هنا نحن كان ضمير متكلم. طب بكم، قال لي الباء حرف جر ما عنديش فيها مشكلة، والكاف ضمير مخاطب، ضمير مخاطب، يبقى كده الشرط اهو مظبوط، الشرط عندي مظبوط. طب حلو جدا، ضمير مخاطب. بكم معشر العلماء ايه تستضيء البشرية، هل ممكن احذف معشر العلماء؟ بكم تستضيء البشرية، الجملة كاف الخطاب الباء حرف جر ماشي كده، وكاف الخطاب ضمير مبني في محل جر بحرف الجر، تستضيء فعل مضارع البشرية. ايه ده، ده اتغيرت، انا جت في جملة فعلية عادي. المهم بدأت بايه، بدأت بضمير، المهم بدأت بايه، بدأت بضمير، ضمير ايه، ضمير مخاطب. جه بعديها المختص يجوز حذفه، بكم تستضيء البشرية، بكم انتم. طب هنا معشر، ده معشر العلماء ده المختص، أعرب إيه؟ معشر مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف تقديره أقصد أو أعني أو أخص، وعلامة نصبه الفتح، وهي مضاف والعلماء مضاف إليه. طيب هل المختص بتاعي يجي على أي شكل؟ قال لي لا، وده الشرط التاني. يبقى أول حاجة في الدرس شكل الأسلوب أنا خلاص حفظته، ضمير مخاطب أو متكلم يجي بعدين مختص يجوز حذفه، يجي بعدين باقي الجملة. تمام، تمام جدا. تاني حاجة صور المختص اللي أنا المفروض أكون عارفها واللي هنتكلم عنها دلوقتي. إيه صور المختص؟ له المختص بتاعي تلات صور، له تلات صور، المعرف بأن، المضاف لمعرفة، الصورة التالتة أي للمذكر وأية للمؤنث اللي هي أيها وأيته. طب حلو قوي، معرف بأن يعني المختص بتاعي يجي فيه ألف ولام، نحن العلماء نخلص في عملنا، فنحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، نخلص في عملنا الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. طب المعلمين، قال لي منصوب علامة، منصوب على الاختصاص مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أقصد أو أعني. خلي بالك لو جات لي المعلمين بالمنظر ده ملهاش الاختصاص، ملهاش إلا أنك تكون أسلوب مختص، لأنها لو جات المعلمون يبقى مبتدأ وخبر. ركز في الحتة دي هيلعب معايا فيها. طيب المضاف لمعرفة زي لما أقول إننا رجال العلم نبذل قصارى جهدنا في سبيل الخير، ما هش حاطط لي هنا شرطتين، مش حاطط لي شرطتين عشان يشوف أنا فاهم ولا مش فاهم. أولا بمجرد ما إني بدأت بضمير متكلم إنا الفاعلين اللي جت مع إنا اللي هي اسم إنا هنا، بعديها ممكن أقول إننا نبذل قصارى جهدنا، حذفنا رجال العلم، قال لي حذفنا رجال العلم. تمام، فهنا إننا نبذل قصارى جهدنا، أنا زي ما قلت من لحظة رجال العلم اتحذفت خالص، فبقى رجال العلم ده المختص بتاعي، يبقى أنا في أسلوب اختصاص، يبقى اللي هو إننا، إن حرف توكيد ونصب من غير الألف، إن ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن، جملة نبذل قصارى جهدنا جملة الفعلية في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن. حلو، رجال بقى مفعول به لفعل واجب الإضمار تقديره أخص أو أقصد أو أعني، والعلم مضاف إليه. هي لا، هي لها كذا صيغة يا عم، أنت احفظ عندي صيغة واحدة بس، قل لي رجال مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف تقديره أقصد أو أعني أو أخص، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر، مفيهاش مشكلة. يبقى اللي أنا عايزك تعرفه إن المختص مفعول به منصوب بس لفعل محذوف، نوع الحذف هنا جوازي ولا وجوبي؟ وجوبي. ايه الفعل المحذوف؟ اقصد او اعني او اخص، واحد من التلاتة دول، اي واحد يمشي، اي واحد يمشي، اي واحد يقول صح. تمام الكلام ده، حلو جدا، حلو جدا. الشكل التالت من اشكال، من اشكال المختص بتاعي انه يجي اي او ايت، اي للمذكر وايت للمؤنث اللي هو ايها وايتها.
بيجي بعديه اسم معرف بأل، غالبا بعربه نعت، غالبا زي لما أقول أنا أيها المعلم أخلص في عملي. طب أنا ممكن أقول أنا أخلص في عملي، حذفت أيها المعلم على بعضها اللي هي علامة المختص الكبيرة اللي بالنسبة لي اللي بتعرفني إن أنت فعلا في أسلوب اختصاص، إن أنا المختص بتاعي ينفع أحذفه. ما ننساش الحتة دي يا شباب، ما ننساش الحتة دي. طب تمام جدا، فأنا مبتدأ وجملة أخلص في عملي خبر، جملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ أنا، حيل أي مبني على الضم في محل نصب أو في موضع نصب على الاختصاص. يعني إيه أعربها إزاي؟ أقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أقصد أو أعني، والهاء للتنبيه. يبقى أيها أي اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف تقديره أقصد أو أعني أو أخص، والهاء للتنبيه. الهاء في أيها أو أيتها عارفينها من تلت عدادي إن هي للتنبيه في أسلوب النداء، في أسلوب النداء. طيب أيها المعلم، المعلم اسم معرف بقال جي بعد أيها، اللي بيجي بعد أيها وأيتها إذا كان مشتقا يعرب نعتا مرفوعا، فالمعلم نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إننا أيتها النسوة نصف المجتمع، نفس الفكرة. إن أداة نصب، إن ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن، نصف خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف والمجتمع مضاف إليه. أيتها النسوة دي ده المختص بتاعي. أيت اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف وجوبا تقديره أقصد أو أعني أو أخص، والهاء للتنبيه، والنسوة نعت مرفوع علامة رفع الضمة. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب ايه الشروط الواجب توافرها في المختص؟ بصوا يا شباب، المختص لو جه بالثلاث حالات اللي احنا قلنا عليهم يبقى هو ده كده ينفع ومختص وزي الفل. جه حاجه تانية ما يبقاش مختص. دي الشروط، دي الشروط. يعني هيجي يقول لي الا يكون نكره ولا اسم اشاره ولا ضمير ولا اسم موصول، ما هو انا قلت يا اما معرف بال يا اما مضاف لمعرفه، ماشي كده، يا اما ايها او اياته. يبقى الكلام اللي احنا قلناه ده ملوش لازمه، اللي هو الشروط دي ما بقاش لها لازمة. أتمنى إن احنا نكون فهمنا أسلوب الاختصاص، هو مش محتاج رغي كتير، هو بس إن أنا أعرف شكله ضمير مختص باقي الجملة، ضمير متكلم أو مخاطب، ما يبقاش ضمير غائب، بس كده بس كده. المختص بتاعي علامته إنه لو حذفته من الجملة معنى الجملة ما يتأثرش. شكله حاجة من ثلاثة، يا في ألف ولام، يا إما مضاف لأل، يا إما أيها أو أيتها. إعراب المختص مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف تقديره أقصد أو أعني أو أخص، وأشوف علامة النصب بتاعه في الأول وفي الثاني. في الحالة الثالثة بيبقى مبني أصلا اللي هو أيها أو أيتها. ما ننساش الهاء بتاعت أيها أو أيتها للتنبيه، حرف للتنبيه. في مشاكل في الكلام ده؟ طيب التدريبات بتاعتي، تعالوا كده ناخد كام سؤال سريع نثبت بها المعلومة. بقول لي أجب عما هو مطلوب في كل سؤال. واحد، نحن شباب النيل لنا ماض عريق. هذا التعبير يمثل نحوي، نحن شباب النيل لنا ماض عريق، نحن لنا ماض عريق. حلو قوي، شباب النيل مضاف لمعرف مضاف لما فيه قال، حلو جدا، ينفع أحذفه؟ أو ينفع أحذفه. بقيت أنا في أسلوب نداء ولا اختصاص ولا ذم ولا مدح؟ قال لي بقيت أنا في أسلوب اختصاص. نحن شباب مصر، تاني لنا ماض عريق، الصورة التي جاء عليها اسم المختص في ألف ولام؟ لا. مضاف لمعرفة؟ أي. مخصص بوصف؟ لا. مضاف لنكر؟ لا. مضاف لمعرفة، أنا ما عنديش أصلا الكلام اللي تحت جيم وده دول مش عندي أصلا. طيب رقم ثلاثة، نحن الجنود درع الوطن، ما تحته خط إعراب. الجنود، خلي بالك هو حاطط لي بين شرطتين بقى ومروقها لي ومظبطها لي، يعني أنا في أسلوب اختصاص وش مفعول به منصوب على الاختصاص، يبقى مفعول به لفعل محذوف جوازا، ولا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، ولا خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، ولا خبر للضمير نحن؟ قال لي انا ما عنديش هنا الا انه مفعول به بس لفعل محذوف جوازا ولا وجوبا. احنا عدناها اكتر من مره واحنا بنشرح ان هو مفعول به لفعل محذوف وجوبا، ما ننساش يا شباب، مفعول به لفعل محذوف وجوبا، ما ينفعش احط اقصد او اعني او اخص هنا، هي كده كده مضمره. تعالوا نشوف مع بعض رقم 4. يقول أنا وطني، أنا مصري أحب وطني، أنا وطني جملة وأنا مصري أحب وطني، إعراب ما تحته خط. أنا وطني الجملة خلصت مبتدأ وخبر،
ما عنديش في اسلوب اختصاص، ما انا ما عنديش بقيه الجمله ومش هينفع احذف وطني، صح كده؟ قال لي اه تمام جدا. انما انا احب وطني، اه تمشي الجمله. مصري مضافه للياء المتكلم يعني مضاف لمعرفه، مضاف لمعرفه، ينفع يكون اسلوب اختصاص. يبقى الاولاني خبر والتاني مفعول به. اجابه رقم ب، انتن ايتها الامهات نبع الحنان، اعراب كلمه ايت. اه اسلوب اختصاص، ايوه يا فندم اسلوب اختصاص، عرفت منين يا باشا؟ ايتها الامهات ممكن احذفها، دي صوره من صور المختص. حلو، هيبقى منادى؟ لا. مختص مبني في محل رفع نعم؟ لا. مختص مبني في محل نصب مفعول به؟ ممكن. مختص مبني في محل رفع خبر مبتدا؟ لا يا فندم، هي مختص مبني في محل نصب مفعول به. رقم 6، لنا معلمي مصر الشرفاء امل في النهوض باللغه العربيه، اعراب كلمه امل. اعراب كلمه امل، لنا معلمي مصر الشرفاء امل، لنا امل، لنا امل. اه طب لنا، لم حرف جر والنا ضمير مبني في محل جر بحرف الجر، شبه جمله في محل رفع خبر مقدم. لنا ايه؟ امل. يبقى امل دي مبتدا مؤخر، جمله اسميه عاديه، بتعامل معاها كانها جمله اسميه عاديه جدا، ما عنديش فيها اي مشكله. رقم 7، ايها الخطباء ادعوا الى سبيل ربكم بالحكمه. انتم ايها الخطباء يجب ان تدعوا الى سبيل ربكم بالحكمه. اعراب كلمه ايها، ايها الاولانيه جاء في البدايه، يبقى هنا منادى، يا ايها الخطباء. حلو، يبقى الاول منادى، يبقى انا عندي الف ودال بلعب معاه. طيب تعال نشوف الثانيه، ايها الثانيه، انتم ايها الخطباء يجب ان تدعوا الى سبيل ربكم بالحكمه، ضمير مخاطب، ممكن احذف ايها الخطباء واقول انتم يجب ان تدعوا الى سبيل ربكم بالحكمه. حلو، يبقى منادى ومفعول به، اسلوب اختصاص، جمله واحده ما يلي اشتملت على اسم مختص، جمله واحده، بني مصر احذروا مكر اعدائكم، ما تنفعش اصلا لانها لم تبدا بضمير متكلم او مخاطب. علينا بني مصر واجب عظيم، تمشي. بني مصر ما تنفعش، ان بني مصر ما تنفعش، يبقى هي رقم باء فقط. سين 9، بيقول لي نحن محبو اللغه العربيه نعلمها لابنائنا المخلصون عند تصويب الجمله. الجمله فيها حاجه غلط؟ ايوه يا فندم، لما نعتبر ان ده اسلوب اختصاص ونحن نعلم اللغه العربيه لابنائها، هتبقى الجمله فيها حاجه غلط. ماشي كده؟ ينفع نحذف محب اللغه العربيه؟ اه، نحن نعلم اللغه العربيه لابنائها، ماشي كده؟ طيب يبقى نحن محبي اللغه العربيه نعلمها، هي مش المفروض مش تعلمها، نعلمها كلها لأبنائنا المخلصين. في خطأ كمان، يبقى أنا عندي هنا في الجملة دي خطأين يا شباب، خطأ مع أحبه تمام، وخطأ مع أبنائنا. ليه وخطأ مع المخلصون؟ الله الله الله، ما هو لأبنائنا لم حرف جر أبنائنا باسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة، يبقى الهمزة تتحط على ياء اللي هي بنسميها نبرة. طب حلو جدا، المخلصون نعت لأبناء، قال لي اه تبقى مجرور، يبقى المخلصين. يبقى نحن محبي اللغة العربية مالنا نعلمها لأبنائنا المخلصين، هتبقى الإجابة رقم باء، هتبقى الإجابة رقم باء. تمام تمام، تعالوا نشوف آخر سؤال معانا، بيقول ما أحب العلم، ما أحب العلم إلى نفوسنا، ما أحب الكتب إليك، نحن الطلاب أحب الناس إلى معلمينا، إعراب كلمة أحب. عندي كلمة أحب هنا، عندي كلمة أحب هنا، عندي كلمة أحب هنا. ما أحب العلم إلى نفوسنا، ده جاء في أسلوب تعجب، خدناه مع بعض، قال لي آه، يبقى ده فعل، فعل ايه؟ فعل ماضي، جاء على فعل ماضي مبني على
الفتح. طب حلو جدا، يبقى فعل ماضي، يبقى انا كده بلعب مع رقم باء ومع رقم دال، نتعلم ازاي نحل. طب تمام، ما احب الكتب اليك. طيب حلو جدا، فعل ماضي وفعل ماضي، ما واحب. احب هنا، قال لي احب هنا هتبقى خبر لاسم لاستفهام ما اللي هو جاي 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 كمبتدا. طب حلو جدا، حلو جدا، انا عندي الاثنين خبر. لا اله الا الله. نرجع للثالثه، نحن الطلاب احب الناس الى معلمينا. ده اسلوب اختصاص، نحن مبتدا، الطلاب ده المختص، نحن احب الناس الى معلمينا، يبقى احب هنا هيبقى هو الخبر. قال لي فين الخبر؟ قال لي يبقى فعل ماضي وخبر وخبر. بكده شبابنا نكون خلصنا مع بعض اسلوب الاختصاص النهارده، طبقنا عليه كمان. مستني ان شاء الله اشوف تعليقاتكم واشوف الحوارات بتاعتكم معايا واسئلتكم باذن الله. اتمنى التوفيق ليكم، شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.